خالتي قالت لي يا جماعة أعمل الجردل ده بالليل وأحطه في التلاجة وأصحى الصبح أحطه للطيور. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده احنا لسه الساعة 8 الصبح والفرخة واقفة الرومي بتنهج ازاي. وطبعا شفتوا يا جماعة الجو امبارح كان حاجة لا تطاق. هي طبعا قالت لي على الجردل ده امبارح، عملته لهم امبارح وسبته في التلاجة ساعة وطلعت حطته لهم، والنهاردة عملته من بالليل وطلعت ان انا لسه هحطه للطيور اهوت، ولسه هغير لهم المية واحط لهم الجردل. هنعرف يا جماعة ايه اللي في الجردل ده وبنعمله ازاي وبنحطه للطيور امتى وافايدته وكل الكلام ده كله. ما تنساش بس يا جماعة تشتركوا في قناتنا يوميات في مزرعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات، واللي مش مشترك معنا في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس. ويلا بينا يا جماعة ننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع نعرف الجردل ده فيه ايه وبنعمله ازاي. اللهم ابطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، او حاسدة تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعة رجال او نساء. اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء، اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء، اللهم ابطل حسدا على جمال الاجسام او على جمال الشعر والاعين او على مبدئيا كده يا جماعة اول حاجة بس عشان محدش يقعد يسألني وكده ويقعد يقول لي هو انت كل حاجة مثلا تقعد تقول خالتي خالتي خالتي. يا جماعة انا خالتي بتشوف الفيديوهات بتاعتي وبتشوف كل حاجة وبتبقى قايلالي، وانا مش هنكر يعني لو هي قالت لي على حاجة وهي عندها خبرة، دي بتربي بقالها اكتر من 20 سنة وربت جميع انواع الطيور. حبيت اقول بس النقطة ديت قبل ما نشوف ايه اللي في الجردل. طبعا يا جماعة على حسب الاكل اللي انتوا بتقدموه للطيور بتاعتكم تقدروا ان انتوا تحطوه، على حسب الاكل اللي انتوا بتقدموه للطيور بتاعتكم تقدروا ان انتوا تحطوه في الجردل ده. ازاي؟ يعني انا باكل ايه؟ انا باكل عيش. انا البرسيم ده حاجة اساسية عن طبعا يا جماعة والله العظيم هو بارد برد وجميل قوي شايفين؟ انا يا جماعة باكل ايه؟ انا باكل عيش وبرسيم وذرة. انتوا بتاكلوا تشيش اعملوه بارد بطريقة تحفة يا جماعة بجد، يعني بجد بجد بعد ما الطيور ما تاكله مش هتبقى متحررة خالص. فيا جماعة الجردل ده طبعا يا جماعة اكل البيت، الناس اللي بتقعد تخلط اكل البيت كله على بعض انا ما بعملش الحتة دي، واول مرة في حياتي اصلا ان انا اخلط البرسيم على العيش شايفين؟ وبيكون على ميه يا جماعه. فانتوا شايفين طبعا الجردل الذي فيه ازاي؟ هسيبه برضه الطيور هتاكله. فانتوا يا جماعه لو بتحطوا تشيش حطوا مع الخلطه دي تشيش، بتحطوا عيش حطوا عيش. طبعا انا حاطط عيش عشان انا باكل عيش الفتره دي وباكل اللي هي الذره الشامي، فلو هحط كنت هحط ذره شامي برضو. تمام. بنعمل ايه بقى يا جماعه او بنحضره ازاي؟ انا الاول حطيت العيش، حطيت 5 ترغفه عيش. طبعا يا جماعه انتوا على حسب الكميه بتاعتكم وعلى حسب اللي بيكفي الطيور بتاعتكم. انا حطيت 5 ترغفه عيش يا جماعه في الميه وحطيتهم في الثلاجه. تمام. ورحت مقطع البرسيم وحطيته في الجردل ورحت حاطه في التلاجة. يبقى بحط الاول العيش لوحده يتخمر في المية وبعد كده والبرسيم لوحده، بحط العيش لوحده والبرسيم لوحده. تمام. وبعد ما اتأكد ان هما خلاص العيش اتخمر وبقى كويس بروح مصفي نص، بحوش نص المية اللي فيه واروح كابه على البرسيم في الجردل زي ما انتم ما شفتوا كده، حتى كان العيش فوقيه. ممكن يا جماعة تحطوا البرسيم لوحده والعيش لوحده، يعني ان احنا نحط البرسيم لوحده والعيش لوحده، بس اهم حاجة انكم تكونوا حاطينهم في التلاجة علشان يكونوا بردانين ويبردوا
قلب الطيور. طبعا يا جماعة الحركة بتاعت ان احنا نحط الاكل في التلاجة ديت تنفع للطيور قد ايه؟ عشان بس ما اشوفش حد بيسألني في الكومنتات. من عمر شهر يا جماعة تقدروا تعملوا ده. طبعا الفراخ التسمين مش هننفع ناكلها زي الفراخ البيضة، مش هينفع ناكلها عيش مبلول ولا برسيم ولا الكلام ده كله. طيب نعمل ايه؟ هل نحط لها العلف في التلاجة؟ والله يا جماعه ممكن تحطوا العلف في التلاجة يبرد، بس طبعا مش هتحطوا على ميه، ما ينفعش نحطه على ميه. وكمان هقول لكم على حاجه تعملوها للطيور بتاعتكم برضو في الحر، وانا هبقى اعمل لكم عليها فيديو ان شاء الله. الليمون يا جماعه ان احنا نجيب ليمون ونعصر نعمله بقشره ونروح حاطينه في التلاجة يسقع جامد جدا. بنحط 5 ليمونات على 10 لتر ميه، يعني 5 ليمونات على جردل ميه زي كده يا جماعة، ونحطهم طبعا ما بنحطش عليه سكر ولا اي حاجة. الليمون يا جماعة بيعمل ايه؟ الليمون بيهدي الدم، بيهدي الدم، بيظبط الدم. طبعا يا جماعة الطيور في الحر ده بتبقى الدم بتاعها بتبقى واقفة ان هي بتنهج، وضربات القلب عندها بتبقى عالية، فالضغط الدم او القلب بيكون بيضخ دم جامد جدا، فالليمون بيهدي الدم شويه وبيهدي القلب. فالحته ديت نقدر نعملها للفراخ التسمين، حته الليمون دي تعملها لهم يا جماعه في الحر بس. تمام. طبعا والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا واقف فوق دلوقتي، يعني انا مش شايف نفسي. ربنا يا رب يعين الطيور ويعين اي حد عنده حاجه راقده. ويا جماعه الطيور الراقده، الطيور الراقده غيروا لها الميه ورشوا حواليها المكان، وخليكم يا جماعة على طول كده باستمرار متأكدين الطيور بتاعكم قدامها مية ولا ما قدامهاش، وغيرها لها. انا دي لسه هغيرها، شايفين فيها؟ بس لسه هغيرها، بس مستني شوية كده لما الحر يشد شوية. وطبعا يا جماعة الفراخ البلدي هيت الصغنطوطة اللي انا جبتها جديد، اللي لسه انتوا اول مرة تشوفوها، ما عملتلكمش عليها فيديوهات خالص لان انا كنت شارع 10 وما قلتلكمش السعر ولا قلتلكم اي حاجة، وتعبوا مني كده، كنت جايبهم تعبانين، حتى مات منهم 2 وتعبوا يعني، فلسه ما عملتلكمش عليهم فيديوهات. بس برضو يا جماعة دول بقى انا كنت امبارح عامل لهم اللي هو الليمون، كنت عامل لهم الليمون وحطه في السقاية. طبعا يا جماعة انا حطهم في القفص ده كده علشان العشش عندي كان فيها اللي هو الامل الاسود ده، وهو اللي تعبهم يعني. فان شاء الله انا هبقى اعمل لكم عليهم فيديو لوحديهم، بس حبيت اقول لكم ان انا بعمل لهم اللي هو الليمون. وطبعا يا جماعه الميه الميه، ولو عندكم ارنب يا جماعه حطوا له ميه. الارنب في الصيف ما بيستحملش، في الحر ده ما بيستحملش. طبعا احنا لسه في شهر 3 والله اعلم، يعني هو في اليومين دول الجو فيه احتباس حراري، الجو فيه احتباس حراري ده. انا والله العظيم عندنا جيراننا هنا الوز بتاعهم كان رايد على البيض، قام وصاب البيض قسما بالله. وطبعا يا جماعه اللي عنده رومي كتير وزي حالتي كده ربنا يا رب يساعد، الرومي ده في الحر بيتعب جدا لانه اسود، واللون الاسود بيجذب الشمس فبيبقى حر. انا الحمد لله يعني ان انا هذبح البط ده خلاص، يعني هذبحه ان شاء الله على رمضان، فكل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان قرب، عشان هو برده اسود ومش هيقدر ان هو يقف معايا في الحر. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله عملوا ازاي بط رمضان، وان شاء الله يا جماعة هوزنهم لكم. بس هم اوزانهم جميلة والله العظيم، بتتراوح ما بين 3 كيلو و2.5، يعني الحمد لله ما عنديش اقل من 2.5 خالص. انا بعرف يا جماعة كده بالويم، يعني بالويم ان انا اشيل الحاجة كده اعرف وزنها. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة يا جماعة، وجربوها واعملوها والله العظيم والله العظيم، يعني الجردل ده ممتاز جدا، والعناصر اللي فيه برضو يا جماعة مغذية، يعني العيش والبرسيم وده كله مغذي، واهم حاجة ان هو يكون بارد ويرطب على الطيور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله ورعايته.